أستاذ نبيل برحب بيك معايا فونتك وبقول لك ألف مبروك على حالة خاصة. كلمني كده عن تفاصيل الدور وأول ما تعرض عليك. هو أول ما تعرض عليا أنا انبسطت وقبلت طبعا على طول، قريت السيناريو كله وعرفت إنه سكريبت يعني كله، وعرفت إنه دور راجل كبير صاحب مكتبة تربطه علاقة لطيفة جدا أبوة بينه وبين نديم اللي هو طه دسوقي، بيخش المكتبة من هو صغير وبيحب القراية، من ساعتها بيبقوا صحاب جدا وهو عنده توحد فعلاقتنا خاصه جدا ببعض وزي ما يكون ابني اللي ما خلفتهوش. مسلسل اجتماعي هادف بيؤكد كمان على نجوميه طه دسوقي مش بس في الكوميديا في الدراما. وغاده عادل ست جميله جدا جدا، اعرفها من زمان جدا زي ما قلت لحضرتك من ايام عبود على الحدود يعني من زمان. اللي كده الكواليس ما بينكم ما بينك وما بين طه دسوقي وكمان استاذه غاده، يعني اتقابلتوا اكيد في مشاهد كتير كانت ما بينكم. لا الكواليس جميله جدا، هم ناس لطيفه جدا وطيبه وموهوبه وشغل بيبقى مريح جدا مع الناس الموهوبين، يعني صدقيني الشغل عمره ما بيبقى وحش غير مع الناس اللي عندها مشاكل، دول غالبا بيبقوا مش موهوبين. تقول لي مين من ابطال حاله خاصه مسلسل حاله خاصه انت حاله خاصه؟ ايه لا ما فهمتش السؤال. تقول لي مين من ابطال مسلسل حاله خاصه انت حاله خاصه او حاله خاصه في فن، يعني انت شفت ان هو مختلف. يعني بقول لطه دسوقي الحقيقه ان هو حاله خاصه لانه فضل ماسك في شخصيه اللي عنده توحد حتى بره التصوير، عشان ما تفرتش منه الشخصيه، فلدرجه ان انا كنت شكيت في فتره ما انه عنده توحد. فهو شاطر قوي قوي ونجم شاب وان شاء الله ربنا يوفقه في كل اعماله ان شاء الله. حضر ليه 2024 سينما ولا دراما؟ بصي انا ما بحضرش حاجه، انا هم لو عايزيني بقى هيجولي. ان شاء الله ربنا يخليك، متشكره.